السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يعلن تجهيز سفنه البحرية بصواريخ عمودية وصواريخ مداها 2000 كيلومتر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين تجهيز السفن الحربية الثابع له لأول مرة بصواريخ عمودية الإطلاق، وكذلك صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر. وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري: إن العدو يعلم تماما ما نقوم به، ولذلك يحاول منعنا من بلوغ أهدافنا وافتعال المشاكل لنا، مضيفا: إذا لم نراها فسيروناها الأعداء بالطريقة التي يريدونها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية. وتابع: نصنع السفن والصواريخ بأنفسنا، وهناك 6 دول لا يسمح لهم بالدخول إلى مياهنا الإقليمية، هي بريطانيا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا، وهذا يعني القدرة والسلطة. وكان الجيش الإيراني أعلن الأربعاء الماضي أنه سيكشف عن أسلحة جديدة قريبا. وقال نائب قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي قوله: إنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن منظومات رادارية وطائرات مسيرة وصواريخ للدفاع الجوي. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.